السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم إلى قناتكم هشام في اليابان التي أقدم لكم فيها كل ما يتعلق بهذا الكوكب الجميل من عادات وتقاليد وثقافة ومعلومات غريبة ومناسبات غريبة وأغرب. تسمعوا فيه الصوت هو اللي وراي ولا؟ الصوت اللي تسمعوا فيه هو لحشرة اسمها سيمي في اليابان. هذه حشرة مشهورة جدا، معروف أنها هي تطلع في موسم الصيف بعد موسم الأمطار تحديدا، وتخرج من الأرض وتعيش لمدة بسيطة جدا ممكن لا تتجاوز الأسبوعين، وتطربنا بهذا الصوت على مدار 24 ساعة ليلا نهارا. بداية الحشرة هي تخرج من الأرض وتخرج من القشرة متاعها وتتسلق إلى أقرب شجرة، يطلع لها جناحات وتقعد تتنقل تطير، مرة تخبط في وجه واحد وتلقوها بكثرة موجودة في الأشجار. لكن خلنا نوريكم القشرة الرئيسية اللي طلعت منها، زي هذه الحفر اللي تطلع منها. بعد ما تخرج حشرة السمي من الأرض وتتخلى عن القشرة متاعها اللي كانت حاويتها داخل الأرض، تتخذ شكل تاني يختلف تماما عن الشكل الأصلي اللي هي كانت عليه تحت بطن الأرض. الشكل هذا يشبه الذبابة لكن كبير، أضعاف تقريبا مضاعفة من حجم الذبابة. اللي شاهد منكم أفلام الأنيميشن اللي هي الرسوم المتحركة اليابانية حيعرف الصوت هو شنو هو أصله في اليابان، ويعرف أن الرسوم المتحركة يقصد بها أن هي في موسم الصيف. وبالحديث عن موسم الصيف، خلينا نوريكم حاجة تانية لها علاقة بالصيف في اليابان، وهي تقليعة جديدة في السوق اليابانية. يلبس هالرقبة كي مروح من الله يجيب لك اللوز. كيف تتنحر؟ موسم الصيف في اليابان موسم حار ورطب جدا، وكل واحد عنده طريقة معينة يكافح بها حرارة هذا الموسم والرطوبة. في منهم اللي يقعد في المكيف، وفي منهم اللي يطلع من حوشة ويمشي للمولات اللي هي الكبيرة باش يقعد يقضي فيها النهار كله في التكييف، شوية برودة من هنا. منهم اللي يمشي للبحر. سلوش علي انسون، يعتبروني حمص مفكر. هذه كانت لمحة بسيطة عن هذه الحشرة اللي اسمها سيمي، موسمية في اليابان، وكيف يتعامل الناس مع درجة الحرارة والرطوبة، يعني جزء من طرق تعامل الناس مع ارتفاع درجات الحرارة في اليابان. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو متاع اليوم، إن شاء الله كان فيه معلومات مفيدة. كان عجبكم ما تنسوش تعطوني لايك وحاولوا تشيروا الفيديو وتفرجوا على الفيديوهات السابقة. انتظروا مني إن شاء الله فيديوهات جديدة. أشوفكم في المرة الجاية. أهم من هذا كله، خلوكم ديما رايقين. السلام عليكم. شوفوا الفيديو اللي بعده. يلا ما فيش حاجة، خلاص كمل الفيديو.